صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. صفات المؤمنين الصادقين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله الآية. يخاطب الله المؤمنين بصفة الإيمان، وهذه أعظم صفة لهم يكرمون بها عند الله: يا أيها الذين آمنوا. ولكن قبل أن أجاوز هذه الكلمة آمنوا، لا يظنن أحدهم أنهم صدقوا أن الله موجود، فكل من على وجه الأرض إلا ما ندر يقولون أن ما في إله. فآمنوا أن الله هو الخالق المالك الذي يكون إلها وحده لا ألوهية لسواه، يعني معبود مطاع لا طاعة لغيره. هذا معنى آمنوا. آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل في الأديان السابقة أنه لا إله إلا الله. قال لموسى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال كلهم العبودية لله. هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع عن دين الحق إلى دين الكفر فيدخل في الكفر بموالاة الكفار أو بطاعتهم والعبودية لهم أو باستحسان أو تصرفاتهم ضد المسلمين، فهذا قد ارتد عن دينه وخرج من الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله فهو يطيع غير الله. إذا فعلتم ذلك وارتددتم ماذا يقول لنا الله؟ فسوف يأتي الله بقوم. من هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم ويكونوا صالحين وسوف يدخلهم الله في فسيحه رحمته؟ يصفهم الله تبارك وتعالى بالصفات التالية. الصفة الأولى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. والمهم يا إخواني أن يكون الله هو الذي يحبنا، أما إذا حببناه بالكلام وخالفنا أمره وهو يبغضنا فكيف يحبنا الله؟ جاء تفسير ذلك في آية قرآنية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يورث حب الله لنا. فالقوم الذي يريدهم الله إذا لم تؤمنوا أيها المؤمنون سيأتي بدلا منكم بقوم يحبهم، فإذا أحبهم سيعطيهم روضات الجنان وسيرضى عنهم وسيكرمهم في الدنيا والآخرة. الصفة الثانية: ويحبونه. يحبون الله ليس يعني بعض الناس المحبة بالكلام فقط، لا، إن المحب لمن يحب مطيع. الدليل على أن هذا العبد المؤمن يحب الله أن يطيع الله، فإذا أطاع الكفار وبرر حكم الكفار في قتل المؤمنين فليعلم أنه لا يحب الله، وإذا استطاع أن يكذب على الناس ويدجل على السذج الذين لا يفهمون فلا يستطيع أن يدجل على الله ولا يكذب عليه، إنما يخدع نفسه. الصفة الثالثة: أذلة على المؤمنين. يتذلل للمؤمنين. المراد بالذل هنا ليس الخضوع والعبودية، لا، ذل التواضع، فهو متواضع مع المؤمنين. والصفة الأخرى: شديد على الكافرين. فمن وجدتم فيه أيها المؤمنون عكس هذه الصفات فاعلموا أنه ليس من المؤمنين. من وجدتم فيه الشد على المؤمنين يقتلهم ويركعهم ويقتلهم بسبب وبدون سبب، يكون ماشيين في الشوارع مجموعة من الشباب، وهذا ما حصل مرارا، بيقبضوا عليهم ربطوا إيديهم ربطوا عليهم رصاص وتوهم في الشارع، هل يفعل ذلك مؤمن بمؤمنين؟ لا أبدا، يفعله كافر، يفعله مجرم. ما المؤمن فهو متواضع للمؤمنين. طبعا من يؤيد هذه الأفعال ويؤيد قتل المؤمنين
خصوصا قتل العزل. العزل نحن يا إخواني في ديننا عندما كان يخرجون للجهاد كانوا يعطون وصية. ما هي الوصية؟ إذا قتلوا إنسانا، إذا رأوا إنسانا في صومعته لا يتعرضون له. الآن تخرب المساجد في سوريا وتدمر فوق رؤوس أهلها، ليس البيوت فقط. كانوا ينبهون إذا رأوا أجراء يعني عمال ذاهبين للعمل لا يتعرضون لهم، لأن هؤلاء لا يحملون السلاح. فعندنا قتال في الإسلام لمن حمل السلاح ضدنا وخرج عن أمرنا بالقتل والضرب والإيذاء، هذا نحمل السلاح فنقتله. ولكن المجرمون في هذا العصر عكسوا الآية، يقتلون الناس ويبرر لهم المنافقون والدجالون أنهم يعني بده طالبوا بحريتهم، هنا السبب. ما لازم ما يطالبوا بحريتهم، لازم يبقوا أذلاء. نقول لمثل هؤلاء أنتم وحدكم الأذلاء، فانظروا ما ينتظركم في الآخرة، ليس الذل في الدنيا فقط. إذن أذلة على المؤمنين، متواضعين المؤمنين، ما نشد على المؤمنين يقتلون المؤمنين. الصفة الرابعة أعزة على الكافرين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اعتدى الكفار عليهم أشداء على الكفار، كما وصفتهم آية أخرى رحماء بينهم. أعزة على الكافرين أي أشداء أعزاء، إذا قتلوا يجاهدون في سبيل الله بقوة وعز. وتأتي الصفة الخامسة فيقول الله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد أيها الإخوة أصله بذل الجهد واستفراغ الوسع لتكون كلمة الله العليا. فأصله أن ندعو الناس إلى دين الله ونأخذ حريتنا في الدعوة، فإذا حصل ذلك فلا حاجة لحمل السلاح أبدا ولا نؤذي أحدا، أنه لا إكراه في الدين. أما إذا منعنا أو قتلنا لأننا ندعو إلى الله، أو قتل وعذب من يؤمن بالله لأنه أطاع الله وسمع منا كلامنا، فعند ذلك يجب علينا أن نجاهد بالسلاح هؤلاء الذين يتصرفون بالضعفاء المستضعفين من النساء والرجال والولدان، لنحررهم من طغيان الطغاة. هذه مهمة الجهاد. فالمؤمنون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله خصهم الله سبحانه وتعالى به بهذه الصفات الخمسة، وهي محبة الله لهم، محبتهم لله بالطاعة، ثلاثة أذلة على المؤمنين قتل المؤمنين، أعزة على الكافرين في عندهم الشدة على الكفار الذين يتسلطون على الأفراد والمجتمعات، يجاهدون في سبيل الله ليحرروا المستضعفين من النساء والولدان لا ليتسلطوا على أحد، وأخيرا يقول الله سبحانه ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع كثير الفضل، عليم بمن يستحق بهذا الفضل. نرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن نكون من هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، والحمد لله رب العالمين.